بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقلنا إن ذكر الله يجب أن يتمثل للمؤمن في كل نفس من أنفاس حياته، لأن الإنسان لا حياة له إلا بقيومية الحق على هذه الحياة، ولا ذاتية له إلا مستمدة من الله. فإن أراد أن تظل له حياة موفقة فليدم ذكر من وهب له هذه الحياة. ونحن في عالمنا المادي نستطيع أن ندرك ذلك بوضوح في الآلة التي لا قوة لها ولا طاقة من ذاتيتها، ولكن طاقتها تستمد من سواها. فمثلا حين نركب السيارة، قبل أن تتحرك السيارة لا بد من قوة خارجة عن تكوين السيارة لتقوم بها السيارة. ذلك هو ما نسميه بالبطارية. فإذا أردنا أن نشحن هذه البطارية بنذهب إلى المصدر الأساسي اللي به تتكون الطاقة في البطارية، للمولد. فإذا ما ذهبنا للمولد اللي بيولد الطاقة، نقوم نجد فيه مادة لا دخل للإنسان فيها، هي التي توجد في المولد ليولد هذه الطاقة. فإذا ما ذهبنا وجدناها مغناطيسية، مغناطيسية دي من الذي وضعها؟ سبحانه وتعالى. إذن فكل حركة في الوجود مادية مستندة إلى حركة أودعها الله في كونه وسلسلها فستنتهي إلى هذا. إذن فقيومية الحياة مادية أو معنوية إنما سندها من الحق سبحانه وتعالى. فمن أراد أن تستوي هذه فليظل دائما على ذكر لله، فكلما أقبل على شيء قال: انفعل لي أيها الشيء بسم الله، لأنه هو الذي سخرك لي، ولم أسخرك لا بطاقتي ولا بقدرتي. حين يستقبل نعمة يجب أن يقول فيها الحمد لله. حين تأتيه مصيبة فيما يحب فليقل إنا لله. إذن فيجب على المؤمن أن يكون دائما على ذكر ليتصل بالمدد الأعلى ذي القيومية لتستمر له الحركة المباركة في الحياة. إن كان غير ذلك ولا يذكر الله ويذكر الأسباب فسيأخذ من الأسباب، ولكنه لا يأخذ بركة الأسباب. وإذا ما أخذ من الأسباب بغير بركة انتهت الأسباب بذاتها، ولكن إذا أخذت الأسباب بمسببها ظلت لك إلى أن تجيء في يوم القيامة ومعك رصيد من بركة الله عليك لتستمر في الوجود الدائم بلا حركة منك. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقلنا سابقا إن قول الحق سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم علق ذكره سبحانه بذكرك أنت. إذن فالمفتاح كما قلنا في يد من؟ في يد المؤمن. حين تؤمن بالله يسلمك المفتاح إلى القرب منه، فإن أردت أن تقرب منه فالمفتاح معك، وإن أردت أن تصد عنه فأغلق على نفسك أنت باب الرحمة، فلا يمل الله حتى تملوا. واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لي نعمي
ولا تكفروني أي في نعمي فتستروني، تأخذون نعمي ثم تسترون المنعم، تعيشون مع النعمة ولا تذكرون المنعم. بعد ذلك جاء الحق فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قلنا إن كل نداء يصدر بيا أيها الذين آمنوا معناه أن الله يخاطب من آمن به ليتلقى عنه التكليف الذي هو فرع الإيمان. لم يقتحم الله على أحد حركته ليكلفه، وإنما كلف من آمن به. فلم يأتي ليقول يا أيها الناس افعلوا كذا، قال يا أيها الناس اتجهوا إلى الله آمنوا به. فحين يخاطب الناس يطلب منهم أن يؤمنوا، وحين يخاطب المؤمنين يطلب منهم أن يعملوا على مقتضى الإيمان. إذن فالتكليفات حيثيتها يا أيها الذين آمنوا. استعينوا، معنى الاستعانة أن أمرا في حركة حياتك فاق عن طاقتك وقدرتك، وإلا لو أن كل أمر دخل في مقدورك لما طلبت معونة. متى تطلب المعونة؟ عند عدم القدرة. يبقى لابد أن يوجد لك فعل يستوعب قدرتك، فإذا ما جاء فعل يفوق على قدرتك ماذا تصنع؟ استعن بالقادر الذي لا ينفذ قوته. إذن فهذه الآية لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة، لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة، وأن يقبل على الأشياء مستعينا بمن خلق الأشياء. ولا تستعين إلا إذا كنت به مؤمنا، فلا تكون مؤمنا به وتستعين. يبقى استعينوا بالصبر. كلمة استعينوا دلت على أن هناك أحداث ستأتي لتجهد الطاقة البشرية، وكلمة بالصبر يدل على أن هذه الأشياء فيها إيلام وفيها إيه؟ فيها مشقة. كأنه يعد النفس المؤمنة لعملية جهادية كبيرة ستستنفذ طاقة الإنسان، وتتطلب المشقة فيها أن يصبر الإنسان على ما يلاقيه. فهو لا يمنين بطريق مفروش بالورود. إن لكم مهمة، مهمتكم في الحياة أنكم أصحاب مبدأ حق، ومبادئ الحق لا تأتي إلا حين يستشري الباطل، والباطل حين يرى دنيا الباطل تزلزل من تحت قدمه يحاول جاهدا أن يصد جنود الحق. فستواجهون عنفا، وتواجهون شراسة، وتواجهون مكرا، وتواجهون كيدا. إياكم أن تخوروا، لأن لكم مهمة. هذه المهمة هي إعادة الخلافة للمؤمن في الأرض. وكل الذين حاولوا أن يخرجوا عن ملك الله بمعصيته ستحاربونهم، ولن يسلموا لكم الراية يسيرا، بل سيتكالبون، فكونوا أنتم أشد منهم قوة. واستعينوا بالصبر. الحق سبحانه وتعالى جاب استعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فهو أن تتحمل لونين من المشقة. اللون الأول أن الطاعة صعبة على النفس، فاستحمل صبرك عليه، وتتطلب أيضا كف عن شهوة تلح نفسك عليها، فهذه أيضا تتطلب إيه؟ صبرا. يبقى إذن تتطلب صبرا في حالة إيجاب الطاعة، وتتطلب صبرا في حالة سلب المعاصي. فأنت في الأمرين مطلوب منك عمل ترى أنه إيه؟ شق، ومنهي عن عمل ترى أنه حلو. يبقى أنت تريد كم صبر؟ صبرين اثنين.
صبر على مشقة الطاعة لتفعلها، وصبر على ترك المعصية لتتجنب عنها. ولذلك تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بإيه؟ بالشهوات. يبقى أنت تريد إيه؟ صبر على المكاره بتاعة الطاعة، وصبر على إيه؟ الشهوات. صبر على الشهوات اللي أنت هتفوتها بالإيه؟ بسلب المعصية عنك. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة قلنا أنها هي الركن الإسلامي الذي يديم للإنسان إعلان الولاء لخالقه، إعلان الولاء لخالقه. وقلنا إن الإنسان المخلوق لله ساعة يجيء كل يوم 5 مرات في حضرة الله، كما تذهب أنت بأي آلة من الآلات لمهندسها كل يوم 5 مرات، ماذا يكون الموقف؟ آلة تعرض على من صممها كل يوم 5 مرات، أيوجد فيها عطب؟ لا يوجد فيها عطب. وأنت صنعة الله، المهندس مادي خلاص والآلة مادية، فيأتي ليعمل عمل مادي، سلك مش أي حاجة، لكن الله غيب وملكاتك غيب. إذا عمل الهندسي في تكوينك هيبقى غيب، ما تقولش هو عمل فيه إيه. ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه غيب. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، المعية هنا معية إيه؟ معية تأييد، معية نصرة، معية معونة. وقلنا إن أحداث الحياة والمصائب من الأحياء لا يمكن أن تتسلط على النفس إلا إذا انعزلت النفس عن مصدر قوتها. الله الله يا سيدي. لكن إذا ما ظلت النفس مع مصدر قوتها فلن تتسلط الحياة ولا رجال الحياة على النفس الإنسانية. وضربنا مثل، اذكروا جيدا، أن الوليد الصغير يؤذيه رفاقه من الصبيان، فإذا ما كان مع أبيه لا يجترئ أحد أن يؤذيه. إذن فما دام الإنسان في حضانة ربه لا يجرؤ حدث عليه أبدا، إنما الأحداث تجرؤ عليك إن انعزلت عن حضانة ربك. بقت قوة حادثة لقوة حادثة، إنما قوة حادثة لقوة حادثة في حضن قوة قديمة لا يتأتى أبدا. إذن فلا يمكن أن يتغلب خصم الإيمان على المؤمنين إلا إذا انعزل المؤمنون عن معية الله. فإن أرادوا أن يستديموا نصرا فليظلوا دائما في معية الله. إن الله مع الصابرين. هنا الحق سبحانه وتعالى في سابق ما قلنا أمر المؤمنين أن يلتزموا بالصلاة وبالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقلنا إن ذلك كان أمر لابد أن يتجدد حين وجد المؤمنون في دار إيمان، جاءوا على اليهود وكانوا أصحاب العلم وأصحاب الاقتصاد، فقال استعينوا بالصلاة لتستمر لكم القيم التي هجرها اليهود. وبالزكاة، وقلنا الزكاة معناها أنه يوجد حركة اتسعت لحاجتك ولحاجة من تعول وزادت، فبذلك لا تحتاجون إلى اقتصادهم. حركتكم في الحياة لتؤدوا الزكاة، مدام عايز تريد أن تؤدي زكاة، مدام عايز تريد أن تؤدي زكاة يبقى حركتك تسع حاجتك وحاجة من تعول، وتزيد أو لا تزيد؟ تزيد. تزيد. يبقى إذن أراد أن يصلحهم بالأمرين، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان ستتطلب من المسلمين مشقة عنيفة قد تهددهم في ذواتهم وتهددهم في نفوسهم
وتهددهم في مالهم وتهددهم في ثمراتهم وتهددهم في أموالهم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي المؤمنين في هذه البيئة مناعة ضد كل هذه الأشياء. فجاء بالصبر وجاء بالإيه؟ بالصلاة. وبعد ذلك قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. أشد شيء أن يقتل الإنسان. كونك مثلا تصاب بخوف يصح، كونك تصاب في المال يصح، كونك تصاب في الأولاد يصح، في الثمرات يصح، إنما أهم حاجة إيه؟ النفس. النفس. فجاء بقمة ما يهددهم. ولا تقول لمن يقتل، فكأنه يريد أن يصعد الجهاد في نفس الإنسان ليعد نفسه إعدادا إلى أنه يفقد هذه الحياة. عايز أكثر من كده إيه؟ وبعد ذلك أراد أن يمنع من النفس البشرية ما يمكن أن تفهمه من إزهاق روح المجاهد في سبيل الله بأن الناس يقول عنه ميت، فأراد أن يعطيه لونا جديدا من الحياة. ولذلك قال لا تقولوا عنهم أنهم أموات. ليه؟ لأنهم أحياء. ما مظهر الحياة؟ مظهر الحياة في الحي ماذا؟ الحركة. الحركة اللي بتعمل ايه؟ جدوى. الذي قتل في سبيل الله ما حركته؟ اولا له كذا حركة. الحركة الاولى انه امام خصوم دينه افهمهم انه لو لم يكن متيقنا انه بالموت سيذهب الى حياة اسعد ما اقبل عليه. ولو لم يكن ما يقبل عليه بالموت هذا خير مما هو فيه ما كانش تاب الحياة. إذن فكأن إيمانه عن يقين فيما يمس خاصية نفسه وهو الحياة. أدي العمل الأول في مين؟ ده بالنسبة للإيه؟ لغير المؤمنين. وبالنسبة للمؤمنين سيحمي لهم منهج الله ليصل إليهم إلى أن تقوم الساعة. فكلما جاءت حركة إيمانية بخير للوجود فكأنه فاعل لها. وما دام هو فاعل له يبقى الحياة موجودة ولا لا؟ ما دامت الحياة هي الحركة. ده عظمة الحياة مش أن أتحرك أنا، ده عظمة الحياة أن أجعل من بعدي يتحرك. عظمة الحياة أن أجعل ما بعدي يتحرك. ولذلك الناس الذين تعطيهم الظروف سيطرة في الوجود، ساعة تعطيهم سيطرة في الوجود يحبون أن تكون الحركة لهم. فإذا ما قدر الله أن يزولوا من الحياة لم يوجد واحد منهم يتحرك حركتهم. يبقى ده الخطر بقى. يبقى من الخير انك انت تفسح لغيرك ليتحرك حتى اذا ما انتهيت انت خلفت متحركة، انما انت اللي تتحرك وتمنع غيرك ان يتحرك. اذا ما انتهيت انت انقطعت الحركة. يبقى خير الناس من يتحرك، وخير منه من يجعل سواه بعده يتحرك. ولذلك فشل المجتمعات العليا، مجتمعات الكبيرة، من ان يأتي واحد لا يريد ان يفعل واحد معه شيئا. يقول انا وحدي، يقول انا ايه، ما الذي يقرأ في المجتمع؟ ساعة يقول انا وحدي كل الناس يقول وانا مالي. يبقى ماذا ايه اللي اكتسبناه من وراه؟ اكتسبنا عبقرية واحدة ولو كانت عبقرية مضاعفة، انما فقدنا عبقريات متعددة. فلو ان كل واحد سواه بربع عبقرية لكان كل اربعة معاصرون له يدوا عبقرية زي عبقريته. عندنا 100 يبقى كم عبقرية؟ 25 عبقرية. اذا ساعة ترى في مجتمع انا وحدي فافهم أن الطبيعي أن تقول وأنا مالي. إذن لا تنشأ الإنمالية اللي هي وأنا مالي دي إلا إذا نشأت الإنحادية وهي أنا وحدي. أنا وحدي. المؤمن حين يستشهد يبقي أثره في الوجود.
ويظل أثره وتظل حركته موجودة. وما دامت الحياة مظهرها الحركة النافعة فكل حركة من متحرك بعده يبقى نافعة له. خذ الحياة بهذا المعنى، خذ الحياة بهذا المعنى، أو خذ الحياة بأنهم كانوا يقولون لا يعرفون إلا الدنيا، فمن يقتل فيها يبقى انتهت كل حاجة. نقول لا، أنتم أصلكم أنتم مش مؤمنين بأن في حياة تانية، فلا في حياة إيه ما ماتوش، لا تقولوا أموات لأنهم حيحيوا إيه حياة تانية، وحياة لا تهدد بالموت، وحياة لا تهدد بالموت. ليه؟ لأن الموت الذي يذهب حياة الأحياء سيكون آخر ميت. الموت نفسه يموت، وحين يموت الموت فلا تهدد حياة بعد ذلك بموت أبدا. خلاص انتهت المسألة. يبقى هي دي الحياة ولا لا؟ أو أن حياتهم حياة ذكر، حياة إيه؟ ذكر. وزي ما قلنا والذكر للإنسان إيه؟ عمر إيه؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وإيه؟ فاجعل لنفسك بعد موتك ذكرها. فالذكر للإنسان إيه؟ عمر ثاني. وقلنا والناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. الله يا سيدي، الله يا سيدي. تأبى المواهب، فالأحياء بينهم لا يستوون ولا الأموات أكفأوا. ويأتي أيضا لون من الحياة، لأنك إن رأيت خيرا عن ميت فكأن حياته وصلت. ولذلك يقولون خير الصنائع للفتى ما قدمت يده ليعلم أنه موجود. يقال إن كم مرة في الحياة واحد اسمه كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، تلك هي الحياة كما أراد الناس أن يسهلوها التي للشهداء. لكن ما هي الحياة؟ لا طب وما كيف يقول أحياء عند ربهم يرزقون؟ وكيف يقول الله بعد ذلك أموات أحياء ولكن لا تشعرون؟ إن كان الكلام اللي احنا بنقوله ده هي الحياة والحركة النفعة وحتدوم والذكر ومش عارف وبقاء الإيه إيه، طب ما احنا عرفناها ولا ما عرفناهاش؟ إنما ده هو حكم إننا ما نشعرش به، تبقى لازم حياة تانية أعلى من كده خالص. لأن ما دام قال ولكن لا تشعرون، يبقى إن كنا عرفنا الكلام اللي أنا قلته ده كله يبقى ما ده علم ولا ما علمش؟ لكن ده ربنا قال عليهم إنهم أحياء، حياة أنتوا مش دارين به، إن كانت هي دي نبقى درينا به. تبقى لازم هي الحياة الحياة الحقيقية، الحياة الحياة. وبعد ذلك نيجي نقول له الذي قدم نفسه للموت سلب نفسه الحياة في أعراف الناس، ولكنه أخذ الحياة من عرف الله. الله الله يا سيدي، انت تاخذهم على انهم احياء، ولكن اياك ان تبحث عن كيفيه الحياه فيهم. احنا قلنا كيفيه الحياه، بقى الكيفيات ما يسالش عنها في مين؟ في الغيب. في الغيبيات. ليه؟ يقول لك انا افتح القبر فاجد الشهيد ممددا وجسمه. يقول له طب هو انت ما دمت قد رايته يبقى انتقل من عالم الغيب الى عالم الشهاده، موجود، وعالم الشهاده هو الذي يحكم فيه. وهل قال عندكم احياء ولا عندي انا؟ عند الله. يبقى طالما هي غيب فهو حي، طالما هو غيب فهو حي. لكن انت تكشفه وتشوفه كده ما بقاش عنده، بقى عندك انت. وهو قال هم احياء عندكم ولا احياء عنده؟ احياء عنده. والناس في مذهبياتهم في هذه الحياة يقولك ازاي يعني؟ اقول له كلمة ازاي دي انت تريد ان تذهب الى الكيف؟ واحنا قلنا ان المسائل الغيبية يسأل فيها عن لما ولا يسأل عن كيف، والمسائل المادية يسأل فيها عن كيف ولا يسأل عن لما. فان اردت انك تتعرف كيفية الحياة نقول لك لا ما تعرفها، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطينا مثلا يقرب، مثلا يقرب. المثل الذي يقرب اننا اذا اردنا أن نمنع عن إنسان ألما من عمليات جراحية ماذا نصنع له؟ بنجو. نعطيه المراقد اللي بيقولوا عليه البنج. ليه؟ عشان يعمل إيه؟ يميته ولا يفقده الوعي؟
يفقدوا الايه؟ الوعي. اذا حين يفقدوا الوعي الحسي اللي موجود ده الانسان ما يشعرش. الله، اذا المادة مش هي اللي بتشعر بالألم. المادة مش هي اللي بتشعر بالألم، لان المادة لا تزال موجودة، ولا زال نبضه، ولا زال دمه، ولا زال كل حاجة فيه، انما النفس الواعية. النفس بدليل ان ضرسك يوجعك او اي حاجة توجعك، فاذا ما نمت انقطع الألم. الله، كأن الألم هوش ماء، يعني مسألة عضوية. ده الألم ده أمر إيه؟ حس بالوعي. آه، يبقى إذا لما ربنا يدينا يقول لنا فيه حياة، نقول له ده احنا بنصنع لون من الحياة في الأحياء، بنصنع لون من الحياة، يخليك ولا يتحس بأي حاجة، ولا تزال أنت موجود ولا لا. وليه نبعد ونقول بنج وما بنجش؟ نشوف النوم. النوم هذا ظاهرة ضرورية للكائن الحي، ضرورية. وقلنا سببه عشان تخلص، تعمل معادلات وتخلص الإنسان من فضلات ليست لها منافذ عشان تخرج، تقوم تعمل تعادل وبعدين تصحى تستيقظ. إذن النوم للحي. الحي له حالتين اتنين، حالة يقظة وحالة نوم. إنما لا يزال فيه روح حي ولا لا؟ حي. هل قانونه في حالة اليقظة هو قانونه في حالة النوم؟ لا. إزاي؟ أم قال لك يرى إنسان لابس أبيض ولابس أخضر ولابس أحمر ويشوفه، مش كده؟ الله. طب أي شيء أدركه وعينه مغمضة ولا ضوء ولا أي شيء؟ الله. إذن ففيه إدراك بغير العين، فيه إدراك. وبعد ذلك تلتز إن أكلت حلوا، وتتألم إن أكلت إيه؟ مرا. وما فيش حاجة في بقك. إذن فهناك حواس بتعمل عملها فيك وأنت نائم غير الإيه؟ حواس. ده كلام طيب أيوه. ثم بعد ذلك نحن نعلم أن الزمن ظرف الأحداث، مش كده؟ وكل حدث يأخذ من الزمن على قدر امتداده ولا لا؟ وقالوا إن هم لما عملوا إشعاعات على المخ النائم وجدوا إن أي مخ لا يستطيع أن يعمل أكثر من 7 ثواني، وفيه يشوف رؤى تقعد تحكيها يمكن ساعة. الله، يبقى الزمن اتلغى ولا ما اتلغاش؟ الله، الزمن اتلغى. طيب تنام مع زميل لك على سرير واحد، يمكن السرير متر، وتتغطوا ببطانية واحدة، ويمكن في الصيف ومتداخلين في الشتاء ومتداخلين في بعض، وبعد ذلك يرى هو أنه بين أحبابه ويعيشون في مرح وسرور وابتسام وأكل ومش عارف إيه، ويأنس. والتاني شاف إن جماعة أعداء مسكوه قعدوا يضربوه لما فتصوه. ولا هذا يشعر بهذا ولا هذا يشعر بهذا. الله، يبقى قانون تاني ولا لا؟ إذن فقد وجد للنائم حياة تناسب النوم، كذلك يوجد الله للشهيد حياة تناسب الموت. الله يفتح عليك. حياة تناسب الموت، بدليل أنه قال يرزقون، والرزق فرع الحركة، والرزق فرع. يبقى إذا خذ الحياة كما قلنا سابقا، وهذا كافي كويس أوي، وخذ الحياة كما أرادها الله، لأنه قال أحياء عند ربهم لا عندكم. مدام أحياء عند ربهم يبقى هم عندكم ميتين ولا لا؟ فإن رحت تنبش على قبورهم هتلاقيهم إيه؟ لأن عندك. لا دريهم يطلع عند ربنا. غيب يبقى غيب. غيب يبقى غيب. وما دام قد أبرزته إلى عالم المشهد، يبقى اللي يحكم فيه قانون إيه؟ قانون المشهد. ما تقولش داني بشوفهم كده، لأنه ما قالش هو أم أحياء عندك، هم قال أحياء عند مين؟ عند ربهم يرزقون. يوجد لهم أجساما برضو توجد فيهم حياتهم، ويسيب لك الجسم اللي سابه ده، الجسم اللي سابه ده يسيبه ويعمل له ايه؟
جسم آخر. قالوا ذلك، قال لك في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة، ربنا يديلهم الشكل اللي مش ما دام عند ربهم إياك أن تقول عندي. ما دام قال عند ربهم تبقى تاخد الحياة على إنها عند مين؟ عند الله. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعطينا أن هذه المسائل التي تقرب لنا مسألة البعث ومسألة القيامة ومسألة البتاع مسألة النوم، يقول إيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول إنكم لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. دهنا تقريب ولا لا؟ وقال لنا القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها. طب بالله خد المدة على أنه الموت، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى علي الموت. إذا موتها مش الموت، هو ذكها الموت يعني غيبها عن حس الوجود، مش كده ولا لا؟ بدليل فيمسك التي قضى عليها الموت الحقيقي بقى، ويرسل الأخرى إلى أجل إيه؟ إلى أجل مسمى. فإذا يجب أن نفهم أن الشهداء الذين جادوا بحياتهم يقول الله أنتم جدتم بالحياة في سبيلي، أنا سأعطيكم حياة تانية، مش الحياة اللي هتنتظرنا كمان، وإلا يبقى زي قد بعضها، يبقى زي المؤمن اللي يموت حط في أنفه، يبقى لازم متميز بالحياة ولا لا؟ فربنا جاب لنا كلمة عند ربهم حتى نفرق بين حياة عند الله وحياة يريد أن يراها الناس. نقول له لا، إذا ذهبت ونقبت عن أشلاء الشهداء فستجد أشلاء الشهداء أشلاء، لأنها بقت عندك أنت. وهو قال عند إيه؟ عندي أنا. الذي جعلنا نفهم أنها حياة عند الله حياة إنه قال ولكن لا تشعرون، ما تعرفوش أنتوا كنه هذه الحياة، لكنها لو كانت الحياة اللي احنا قلنا عليها دي حياة الذكر وحياة الحركة وحياة المش عارف ايه، نبقى فهمناها ولا ما فهمناش؟ ولذلك احنا قلنا زمان فيه فرق عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يجي بعض العلماء نظرا لأنهم مش يعني مش ذهنهم مش متسع إلى أن الجماد يسبح والنبات يسبح والحيوان يسبح، ها منهم ما بيسمعوش سبحان الله منهم ديا، يقول لك لا ده تسبيح الدلالة. تسبيح إيه؟ يعني لما تشوف أي حاجة كده، ها سبحان الله، تقول سبحان الله، تسبيح الدلالة. نقوم نقول له طيب يا أخي ما دام تسبيح الدلالة تبقى فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ فهمتها. لكن هو قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. تبقى ولا تقول لي فهمتها ولا غير، ما دام ولكن لا تفقهون تسبيحهم يبقى مش التسبيح اللي انت فهمته ده، يبقى معناها أنها تسبح بلغة عندها أنت لا تفهم هذه اللغة، بدليل أن إنكليزي لو سبح الله مش هتعرف هو قال إيه كده ولا لا، فرنسي سبح الله فهمت هو قال إيه؟ ما يمكنش أبدا. يبقى قل له ليس تسبيح الدلالة، لأنه لو كان تسبيح دلالة نقول له إنك قد فقهته وهو قد حكم بأنك لا تفقه. الله حكم. كذلك هنا اللي يقول لا ده حياة الذكر وحياة المش عارف ايه وحياة العمل المش، نقول له يا اخي ربنا قال ولكن لا تشعرون بحياتهم وانت الان قد شعرت. طيب اذا هي حياة تانية، الذي جعلها تقف في ذهنك انك تريد ان تجعل قانون الحياة عنده هي قانون الحياة عندك، ولكن قانون كل شيء يختلف بنظرة المقنن. قانون عندك ما تقولش زي قانون عند ربنا، احياء عند مين؟ عند ربه. وإلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الواحد يتمنى إنه إذا مات شهيدا أن نعود إلى الحياة اللي معروفة لنا ثم يقتل ويعود ثم يقتل ويعود ثم يعود ويقتل، نظرا لما يرى من كرامة الإيه؟ من كرامة الشهادة. يبقى إذن كرامة الشهادة دي أمر متقدم، أمر متقدم عن نعيم الإيه؟ عن نعيم الآخرة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، شوف كلمة لمن يقتل في سبيل الله، كتير بيقتلهم في ظواهر معارك. نقول لا، ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل عشان وطنه، يقاتل علشان اسمه من معركة، يقاتل مش عارف ايه. نقول له لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وديا أمانتها عند المقاتل نفسه، أمانتها
عند المقاتل نفسه. نعم. وبعد ذلك حينما جاء بقمة الابتلاء وهو فقد الحياة أراد أن يعطي المؤمنين مناعة فيما دون الحياة، لأن وترقى جاب أهم حاجة مش القتل، هذا القتل وبعدين اللي ما قتلش. لا تظنوا أن من لم يقتل هيخلو من الابتلاء، هياخد ابتلاءات كتير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الذي يتغلب على كل ذلك وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. اللي يتغلب على كل ده ايه؟ الصبر. لنبلونكم، كأن بعد أن ذكر التكليف ومشقاته في إنك أنت يطلب منك فعل يشك عليك ويطلب منك أن تترك شيء أنت تحبه، دي ابتلاءات التكليف. الابتلاءات دائرة في نطاق بقاء التكليف. الخوف يكون من مين؟ الخوف، تعريف الخوف هو انزعاج النفس، ومعنى انزعاج النفس يعني عدم اطمئنانها. النفس دي لها ملكات متعددة، الملكات مش منسجمة مع بعضها، قلقة، انزعاج، مضطربة. من ايه؟ من توقع ضار. ادي الخوف. يبقى الخوف ايه؟ انزعاج النفس من توقع شيء ايه؟ من توقع شيء ضار. نقول له اهو الخوف ده خور لا ضرورة له. ليه؟ قال لك إن كنت تريد أن تؤمن نفسك من مخوف فأجهد أسبابك لتعوق هذا المخوف. فإذا انزعجت نفسك تبقى لن تواجه الأمر بكل ملكاتك، هتواجهه ببعض إيه؟ ملكاتك، الملكات الخائرة، الملكات الإيه؟ المضطربة. إن خفت شيئا فده أنت أحوج ما تكون ساعة الخوف إلى أن تستقر ملكات نفسك، حتى تستطيع أن تعد لنفسك ما يؤمنك من هذا الخوف. فإن انزعجت منه يبقى أنت مصادر الخوف على نفسك، لأنك أنت لن تواجه الأمر بجمع إيه؟ بجمع قواك ولا بجمع إيه؟ تفكيرك. يبقى إذن الذي يخاف من الخوف يعني يجعل الخوف ده، نقول له أنت معين لمصدر الخوف. سبحان الله. أنت على نفسك مصدر الايه؟ الخوف. اخوفك وانزعاجك يمنع المخوف؟ لا. انشغل بما يمنع المخوف، انشغل بما يمنع المخوف، ودع المخوف الى ان يقع فلا تعش في فزعه قبل ان ياتيك. ليه؟ لان آفة الناس انهم يعيشون في المصائب قبل وقوعها. آفة الناس ان يعيشوا في المصائب قبل، فيطيلون على أنفسهم أمد المصائب. المصيبة لسه هتيجي بعد شهر وهو خدها من دلوقتي، يبقى طول عمر المصيبة ولا لا؟ لكنه لو تركها إلى أن تقع يبقى قصر مسافتها أم لم يقصر؟ يبقى إذن حمق ولا مش حمق؟ حمق. أيضا أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتي المصيبة ينزل مع المصيبة اللطف معها، فكأنك إن عشت في المصيبة قبل أن تقع عشت في المصيبة وحدها معزولة عن اللطف. لكن لو زللت إلى أن تقع هتقع بإيه؟ باللطف. يبقى أنت ما تعيش نفسك في المصيبة بدون اللطف، في المصيبة بدون اللطف. هذا الخوف. طب والجوع؟ الخوف من ايه بقى؟ نشوف ايه الانزعاج النفسي ده من منظر المتوقع. لان خصوم الدعوة يكيدون لك ويبيتون ويجمعون كل قواهم والى اخره. يبقى هذا هو الابتلاء، واحنا قلنا مجرد الابتلاء مش شر، انما الشر النسقط في الابتلاء، لان الابتلاء اختبار، ما حدش قال ان الامتحانات شر، انما تبقى شر على مين؟ على اللي يسقط. انما اللي نجح وطلع الاول وخد جايزه مش نجح ولا لا؟
يبقى لنبلونكم أي سنصنع لكم امتحانا. هذا الامتحان يصفي البطولة للعقيدة الجديدة. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستكمل بقية حديثنا إن شاء الله الموفق.